السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل أعزائنا المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صائد النجوم. حلقة جديدة النهاردة إن شاء الله بإذن الله، والحمد لله نطلع كل يوم جمعة، ربنا يا رب يجعل جمعتنا جمعة خير على كل أمة العربية في كل أنحاء الوطن العربي. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معاكم حلقة قوية، وحلقة كالعادة أنتم عارفين برنامج صائد النجوم الحمد لله بيمتاز دايما بعرض القضايا وعرض كمان حلول القضايا بشكل مهم وشكل كبير جدا. طبعا في البداية بنهني أكبر ناديين على مستوى الوطن العربي سواء في الإمارات أو سواء في مصر، نادي الشرق الرياضي طبعا بنهني ما شاء الله نادي الشرق الرياضي من فترة كبيرة جدا جدا، بقاله فترة بيكتسح كل البطولات اللي موجودة المحلية، وطبعا كون نادي الشرق الرياضي أحد الأندية اللي بنكني ليها كل التقدير والاحترام، بهنيهم طبعا على حصولهم أكيد لمعظم الألقاب اللي موجودة في الإمارات من بطولة دوري كاس كالسوبر. ما شاء الله زي ما حضراتكم طبعا شايفين معايا على الصورة بعض الصور لنادي الشرق الرياضي اللي حصل على بطولات كتير جدا، وطبعا الحاجة اللي تفرح ان وجود الشيخ محمد بن زايد حاكم دولة الامارات بوجود نادي الشرق اللي بيهني طبعا الاخوة العرب بطبعا حصولهم على بعض الكؤوس. بنهني طبعا كابتننا جاسم عيون، كابتن جاسم عيون المدير الاداري للفريق الاول لنادي الشرق، كابتن حسن مقيم طبعا المشرف العام على حراسة مرمى نادي الشرق، وطبعا احد المحاضرين الاسيويين اللي بيحاضروا بشكل كبير جدا في مصر وبنكني ليهم كل التقدير والاحترام كابتن حسن مقيم. طبعا وجود رئيس دولة الامارات بنفسه في نادي الشرق ان هو كمان يهنيهم دي حاجة قوية وحاجة محترمة. كمان على الصعيد المحلي نادي الاهلي، النادي الاهلي عمل فرع جديد لي في مصر طبعا الفرع الرابع. عايز اقول ان النادي الاهلي شغال بخطى ثابتة جدا بعيدة عن البطولات وإنه مستحوذ على البطولات، أو بعيدة عن فريق كبير كلنا بنفتخر به في مصر النادي الأهلي سواء إفريقيا أو محليا، وكمان إن شاء الله بإذن الله نفتخر به عالميا قريبا على المستوى العالمي في بطولة العالم للأندية اللي متمرس فيها النادي الأهلي بشكل كبير. في افتتاحه لفت انتباهي لحاجة مهمة جدا، وهي إنه لما دعا الأشخاص اللي موجودة، مش بس دعا النجوم اللي متواجدة داخل النادي، لا، وجود كابتن حسام حسن وابراهيم حسن له دلالة كبيرة جدا في وجوده داخل النادي الأهلي، ودي حاجة محترمة وحاجة حلوة قوي احنا فرحانين بيها ومبسوطين بيها بشكل كبير. النادي الأهلي لما بيجي ينادي أولاده سواء في الافتتاحيات أو في أي إيفنت بيعملها دايما بيبقى حاطط الحتة المعنوية كبيرة قوي بشكل كبير. بمعنى الكل فاكر ان ابراهيم حسن وحسام حسن ناس من الانديه او من اللعيبه اللي مشيت من النادي، مش هم اللي مشوا من النادي، واحنا عارفين الكلام ده وحادث طبعا كان من ايام كابتن ثابت البطل، ودي حاجه احنا فاكرينها كويس جدا. طبعا نجومنا زي ما انتم شايفين كابتن ابراهيم حسن، كابتن محمود ابو الذهب، فخر حلوان وفخر النادي الاهلي، شايفين المنظر الشكل الحلو اللي موجود. النادي الاهلي لما بيجي يعامل ولاده بيعاملهم اللي متربيين جوه النادي الاهلي واللي شالوا الاهلي واللي رفعوا كؤوس واصحاب بطولات، غير الناس التانية اصحاب الشنط اللي بينام بالليل ونصحى نلاقيه اختفى راح دوله تانية وجري. الناس دي عمرها ما تخش النادي الاهلي، الناس دي حتى لو مشيت جنب سور النادي الاهلي بتبكي. ما بقولش كده حبا في النادي الاهلي، انا بقول كده عشان ده واقع، ده واقع لازم نكون نعترف بيه. نادي الزمالك قطب كبير ونادي كبير وله محبين وله مشجعين، متعسر بعض الشيء، ولكن سيبقى النادي الزمالك هو احد قطبي الكره المصريه بشكل كبير. انا دايما لما بكون بتكلم ببقى منصف في الجزئيه دي عشان الناس ما تقولش دايما احنا بنبص للاعلامي اللي بيتكلم عن الاهلي كويس انه اهلاوي، او بيتكلم عن الزمالك كويس انه زملكاوي، فهي القصه مش كده خالص. فطبعا كان واجب عليا اهاني النادي الاهلي الاسطوره الافريقيه، وتمنياتنا ان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه تكون هي المباراه الفيصل، يخلص المباراه في المباراه الاولى، لان اكيد الفريق مولودية طبعا قوي جدا، والكل كان يعني حاطط في دماغه هنقابل صن داونز تاني. انا بتكلم كمصري مش بتكلم كان انا اهلاوي او زملكاوي، ان انا هنقابل بتكلم بصفه الجامعه. فان شاء الله نتمنى النادي الاهلي باذن الله التوفيق، كل التوفيق. نيجي بقى لمواضيعنا الملتهبه والساخنه والقويه جدا، وهي قطاعات الناشئين. لفت انتباهي ويمكن بعض الناس مش واخده بالها الغاء بعض المسابقات اللي موجوده في مصر.
انتوا واخدين بالكم لما 2004 دي تتلغي احنا عارفين كام ولد في مصر 2004؟ تقريبا يعدوا المليون تقريبا، يعني مش هنقول كلهم بتوع كوره ولكن هنقول فينهم 500,000. ال 500,000 دول مصيرهم ايه؟ حاجه من الاثنين، يا يطلعوا حراميه يا سواقين توك توك. ما بقولش كده عن التوك توك سواقين توك توك الناس وحشه، لا الناس كويسه، ولكن هيبقى هو ده يا سواق توك توك يا اما حرامي. ما هو اصل هيروح فين تاني بتاع 2004 ده؟ طبعا قيس على ده مواليد تانية، اذا كانت 2006 اذا كانت 2002 وال 2003 اللي اتلغت. هي الناس اللي عماله تتلغي دي اتحاد الكوره مصيرها ايه؟ ما هو مش كلهم يطلعوا مهندسين او طيارين او خبراء او متعلمين فازين، اكيد في ظروف ماليه بتبقى مقتصره في التعليم على ناس معينه مش قادرين يدفعوا مصاريف المدرسه. فيبقى مصيرهم ايه؟ نديهم متنفس يلعبوا كوره، نديهم متنفس ان هم يتعايشوا مع الناس. مش يبقى النهارده الولد مش لاقي جزمه كوره وكمان امنعه عن الكوره وكمان اقول عليه انه ما يلعبش كوره. ده للاسف الشديد قسوه كبيره جدا جدا. اتحاد الكوره ينقصه الشخصيه القياديه، ينقصه الحكمه. لو هم فيهم ناس فنيين كوره ما عنديش مانع في ده، خبراتهم كبيره ما عنديش مانع في ده، لكن اللي عندي المانع ان لازم وجود شخصيه قياديه، لازم يكون في حد موجود يتكلم بصفه القياده. زي الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي راجل جيش لكن مش تجاري او اقتصادي او لكن بيجيب الخبراء يقعد معاهم ويتكلم معاهم وياخد قرارات ويطلع بالنتيجه. هو اتحاد الكره عايز كده، عايز قيادي موجود يقعد ويجيب الناس الصفوة يتكلموا، مش صفوة المجتمع، صفوة الرياضيين، صفوة الخبراء، صفوة الناس اللي متعلمة. ما أقصدش الصفوة اللي هم صفوة المجتمع، لا أنا عايز الناس اللي متعايشة. كابتن بركات ليه كل التقدير والاحترام، كابتن حازم إمام، بصوا عايز أتكلم عن نقطة معينة. الناس اللي بتصلي المحترمة الكويسة الأخلاقية اللي بيظهروا على الشاشة ملائكة الرحمة وهم في الخفاء موضوع تاني، مالناش دعوة بده، لكن ما تربطش الأخلاق بالشغل الفني والشغل الإداري والشغل اللي هو المطلوب يتعمل واللي هو أصلا إحنا بنجري وراه. هي دي القصة. اتحاد الكرة هناك تعثرات كتير جدا جدا على مستوى الأندية، مراكز الشباب، حتى الدورات اللي بتتعمل. لما شوف النهاردة نادي زد القوي جدا الفار عنده بيشتغل بقوة رهيبة، جايبه في بطولة رمضانية أشغل فيه الفار، وعندي الدوري العام شغال من غير فار. موجود اسما، ولكن النهارده عندنا مشاكل كبيره قوي بنلاقيها في التحكيم المصري وخصوصا المباراتين الاخاره، يعني اللي هم الاخرينين دول كويس بين الاسماعيلي والمقاولين. والاسماعيلي والمقاولين قال لك اشمعنى انا؟ ما ناخد فرقتي واروح. افتكروا الموضوع بقى عبثي قوي. كل فرقه النهارده تخش عندها مشكله، لا اسحبوا الفرقه ويلا روحوا. انت ما بتلعبش باسم فرقتك، انت بتلعب باسم منظومه. زي مصر لما بتروح تلعب فرقه بره، مصر بتلعب الجزائر، اوعى تكون المدير الفني ده فاكر ان هو بيلعب باسم منتخب مصر، ده بيلعب باسم الدوله، بيلعب باسم الكيان اللي موجود. يبقى المدير الفني المسؤول عن الفرقه اللي بيلعب لازم تكون انت حاطط في دماغك انك مش بتلعب باسم الفرقه، بتلعب باسم جماهيرها، الناس اللي بتحبها، الناس اللي بتموت عشانها، الناس اللي بتروح تدفع التيكت عشان حضرتك تاخد مرتب من النادي من التيكت ده. فانا ما اقصدش ان التحكيم عشان في فار الحكام شخصيتها اتلغت من ساعة الفار ما جه مصر، بقى الحكم يصفر ومستني حد يقول له ايه ده؟ ده انت طلعت مش فاهم حاجة، ده في لقطة كذا كذا، متعة الكرة راحت، متعة الجماهير راحت، متعة كل حاجة في مصر راحت من ساعة الفار ما دخل. ما انت هترد عليا وتقول لي ما هو الفار شغال في كل مصر، جامد جدا وحلو جدا. أيوه، عشان تجيب جهاز وتشتغل عليه لازم تأهل الناس اللي هتقعد على الجهاز ده تشتغل عليه ازاي؟ ما هو ده تطور طبيعي. التطور ده محتاج فكر، محتاج تعليم، مش محتاج بس خبرات، لا ده محتاج كمان ورقه وقلم. طب احنا معانا واحنا بنتكلم على التحكيم، معانا الاسطوره التحكيميه اللي احنا هنعيش واولادنا، هنموت احنا واولادنا يصحوا هيلاقوا ذكرى جميله اسمها كابتن جمال الغندور، الاسطوره الكبيره التحكيميه واللي مثلنا في كاس العالم، كابتن مصر المحترم كابتن جمال الغندور. اهلا وسهلا بيك يا كابتن مصر. مساء الخير يا حاتم، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك كابتن جمال. طبعا احنا كل تقريبا ما بنيجي نتفرج دلوقتي على اي مباراه دايما قبل حتى ما صفاره الحكم بتبدا بنقعد نقول هو الحكم مين؟ هو الحكم اسمه ايه؟
هو الحكم ده اهلاوي ولا زملكاوي؟ هو الحكم ده الحكم نفسه بيبقى عليه اضطرابات كتير، انا عارف ده. ولكن يا كابتن جمال، اصبح دلوقتي بالنسبه لنا التطور الحديث في الرياضه المصريه اللي هو الفار، انا حسيته مش انا كمعظم الناس انه بقى لعنه علينا. محتاجين يا كابتن اللي بيحصل ده، انا اتكلمت يعني مش عارف، هل في احنا مش عارفين نشتغل على الفار؟ هل احنا مش متقبلينه؟ هل الثقافة منعدمة؟ أنا مش عارف يا كابتن جمال بصراحة، الوضع دلوقتي بقى صعب جدا. اتفضل يا كابتن. بس خليني أشرح لك في الأول وأقول لك يعني إيه فار. اتفضل يا كابتن. فار يعني منظومة بتتكون من ثلاث عناصر أساسية. بالترتيب كده، ثلاث العناصر دول بالترتيب: النقل التلفزيوني، نمرة 2 شركة الفار، نمرة 3 الحكام. لو حبيت تقسمها مسؤوليتها او نجاحها ينقسم بنسب كام في المية؟ 50% نقل تلفزيوني، 30% شركة، 20% حكام. لانه الناس متخيلة ان الفار هو حكم فار. لا يا جماعة، الموضوع مش كده خالص. موضوع زي ما قلت لحضرتك، دي منظومة متكاملة. لو احد عناصرها كان ضعيف، الناتج بيكون ضعيف جدا والناتج بيكون سيء جدا. تمام. وهدي لك امثله. احنا الفتره اللي فاتت في لقطات في الملعب في المباراه، في احدى المباريات، في لقطه تتعلق بركله الجزاء لفرقه اصلا المخرج ما جابهاش، هو اصلا ما جابهاش، ما طلعهاش، مش ما عادهاش، فاهمني؟ طب دي مش طب دي النقطه دي يا كابتن، طب هل بيسال فيها المخرج؟ يعني حتى الاخطاء بتاعت المخرج دي بتتعالج فيما بعد، ولا هو الخطا ده بيتكرر؟ لا لا لا، ده انا بقول لك على حاجه. انا احنا بنتكلم، بص يا حاتم، بنتكلم عن منظومه. اوكي. منظومه ثلاثيه، الثلاثه بيشتغلوا في وقت واحد علشان المنظومه الفار تنجح، عشان اللقطه تنجح. اوكي تمام. انا قدامي لازم يكون عندي ست كاميرات متوزعة على ست زوايا، دي الحد الأدنى. أنت عارف إحنا لما بنسمع عن مثلا دوري إنجليزي بيتنقل ب 36 كاميرا، ما شاء الله الدوري السعودي دلوقتي بيتنقل مش عارف ب 18 كاميرا أو 24 كاميرا. فعلا. فإحنا بنسمع حاجات كده، أرقام. الحد الأدنى عشان حضرتك تبقى عندك منظومة فار متكاملة، الحد الأدنى ست كاميرات بتتوزع بشكل معين إلزامي، مش بمزاجك، الزامي، لازم يكونوا موجودين عشان انت كحكم فار موجود جوه قدامك شاشه فيها متقسمه لست اجزاء، كل جزء جايب اللقطه من زاويه ثانيه. وانت بتختار اللقطه اللي توضح المخالفه فين عشان تقول للحكم تعالى، او تقول له ان فيها مخالفه انا بختلف مع قرارك. وبعدين الحكم لو عايز يتاكد يروح، فانت بتدير له اللقطه دي، ثم المخرج ياخد منك اللقطه دي عن طريق الاوبريتور اللي هو بيمثل الشركه ويعرضها للناس. تمام. لكن الاهم من انه يعرضها للناس انك انت تصلح الخطا اللي حصل موجود. طب قول لي بقى بالله عليك، هيعملوا ايه حكام الفار لما حكم الفار يشوف لقطه ويكلم الحكم ان هو مختلف معاه، والحكم يقول له طب انا جاي اشوفها، ويروح الحكم عشان يشوفها يلاقي الفار عطلان. هو دلوقتي هسال حضرتك سؤال، هو مين اللي بيعطل الفار؟ ايوه، مين اللي بيعطل الفار؟ ما ده السؤال اللي انا بساله، انا ما اعرفش. هو هل الحكام هم اللي بيعطلوا الفار؟ ما هو لو انا جوه غرفه الفار بالمنطق ده، لو انا مش عايز اتدخل، طب انا مش هتدخل اصلا. يا كابتن جمال، انا بتكلم على حضرتك بتتكلم على تعطيل الفار. انا عايز اشرح نقطه مهمه جدا، انه الفار مش حكام بس. يا جماعه الفار مش حكام بس. الفار قلنا منظومه، واديتك النسب. يعني لو ما فيش نقل تلفزيوني جيد، الفار مش هينفع يشتغل، مش هينفع عندك نتيجه. طب ما انا كده يا كابتن جمال، انا كده حتى مش هعرف اسوق للدوري بتاعي بشكل. حضرتك بتتكلم، ذكرت الدوري السعودي. الدوري السعودي دلوقتي بيجيب بنزيما وبيجيب كريستيانو وبيجيب ميسي وتصوير وكاميرات، انا مش عارف اسوق الدوري بتاعي بسبب اللي بيحصل ده يا كابتن. طيب لا، ده موضوع تاني بقى كبير قوي يا حاتم، لو عايزين نتكلم فيه ده موضوع كبير تاني. تصوير الكره المصريه هنتكلم في قصه تانيه بقى، قصه مسؤولين عن الكره المصريه وقصه التاهيل وعدم التاهيل. فمعلش خلينا نتكلم في اللي على قدنا. اتفضل. اللي على قدنا دلوقتي هو موضوع حكم الفار. بالنسبه للحكام المصريين، انا سواء كنت موجود او مش موجود، انا لازم نوضح صوره. الحكام المصريين، احنا بنتكلم النهارده
وفي طقم مصري في تونس عشان يحكم المباريات الهامه في الدوري التونسي. احنا بنتكلم النهارده وفي طقم راح يحكم نهائي كاس زامبيا مصري. تمام. احنا بنتكلم النهارده والحكام المصريين بيحكموا في افريقيا وبيظهروا بشكل رائع جدا. يعني اذا العيب مش فيهم هم. اذا العيب مش في الحكام. ممكن يكون في اللي حوالين الحكام. ممكن يكون في من ما انا مش عايز برضو الناس مش عايز انا مش عايز الناس تاخد الموضوع انه بشكل شخصي، لكن احنا الخامات اللي موجوده عندنا في حكام خامات رائعه جيده. لكن انت حضرتك وفر لهم المنظومه السليمه الصحيحه ها اللي ما لا تشوبها شائبه اللي لا تغلفهم ب طيب توفير تدخلات التوفير يا كابتن جمال بقى اللي حضرتك بتتكلم عليه ده هو توفير طيب. ان انا استقطب الاشخاص اللي تقدر تفهم مني اللي وفره لها ولا التوفير ان انا بس يعني اصلح لهم اجهزه وهم الاشخاص اللي موجودين التوفير في حضرتك لا 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 بص كل حاجه معروفه وانا عارف طبعا تقصد يا حاتم كل حاجه معروفه الحلال بين والحرام بين واحنا عارفين كويس قوي قوي الكفاءات اللي موجوده عندنا تمام وعارفين كويس قوي 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 مين اللي يقدر يدير ومين اللي عنده شخصيه يرفض التدخل تمام. ومين اللي بيبقى خانع ويرضى بالتدخل وطول عمر اتحادات الكوره في مصر من زمان من ساعه ما كنت حكم ومسؤول ولغايه لما بطلت ولغايه لما عشت ده كله بيعشقوا التدخل في عمل التحكيم. وبيعشقوا الضغط على الحكام وبيحبوا جدا يضغطوا اللي بيستجيب بقى للضغط بيفرط في حق الحكام وفي حقه اللي بيرفض هذا الكلام بيبقى مش مقبول منهم وبيبقى مش محبوب وبيبقى بيتقال عليه ان هو مش مرن وان هو تصادمي وان هم بيتلاشوا ان هو يبقى طيب كابتن عارفين هذا طيب كابتن جمال عشان هو الموضوع زي ما حضرتك قلت لا هو فيه تفرعات كبيره جدا ممكن استاذن حضرتك في حلقه نتكلم فيها باستفاضه بشكل شخصي يعني معلش انا عارف انت في كلام ما حدش يعرف يطلعه منك غير حاتم عسكر لا بالعكس انا بتكلم بكل وضوح تحت اي ظروف وانا ببقى سعيد جدا وبتشرف جدا اني انا اكون تصادمي في الحق بتشرف وابقى سعيد جدا اكون مش مرن طالما المرونه دي هتبقى تنفيذ رغبات من هنا ومن هنا طيب. يا جماعه التحكيم عايز استقلاليه وعايز ناس اقوياء تدير التحكيم وفي نفس الوقت يبقى بعيد عن الضغوط وبعيد طيب. عن انك انت تصنفوا اهلي وزمالك زي ما انا سمعت حضرتك تتكلم شويه طيب هستاذن حضرتك يعني بعدين قدام الناس يعني معلش ان حضرتك ان شاء الله باذن الله تكون متواجد معايا ما كانش الجمعه الجايه اللي بعديها على حسب ظروف حضرتك بس وعد ان انت تكون موجود معايا في الحلقه نتكلم دي يمكن اول مره قضايا كتيره جدا جدا عن التحكيم وعن التسويق وبشكل كبير يا كابتن جمال بعد اذن حضرتك يعني. ان شاء الله شكرا جزيلا كابتن جمال شكرا لحضرتك جدا كابتن جمال الغندور الاسطوره التحكيميه الكبيره المصريه التي لا تعوض شكرا جزيلا ليك اتكلمنا في نقطه مهمه جدا جدا وهي التسويق للدوري او التسويق للرياضه عموما عندنا في مصر. بنزيما يجي لاتحاد جده وميسي الهلال وكريستيانو للنصر، احنا بعد كده الدوري الاوروبي هنتفرج عليه في السعوديه، بنتفرج على جماهير، بنتفرج على كوره، بنتفرج على تصوير، بنتفرج على طيب تليفون تاني دكتور ياسر جلال الصحفي والاعلامي المحترم، اهلا وسهلا بيك يا دكتور. الو؟ الو دكتور اتفضل معايا اتفضل يا دكتور الو مع حضرتك اتفضل الو الاستاذ حاتم اهلا وسهلا اتفضل يا فندم حضرتك اتفضل الو حبيبي بهنيك اولا على البرنامج الله يخليك شكرا جزيلا ليك يا فندم شكرا طبعا من نجاح لنجاح زميل وزميل عزيز واعلامي ناجح اشكرك وطبعا انت بتروح لمواضيع جميله وطبعا ده صراحه انت صريح في كلامك طبعا والله بنحاول طبعًا بنحاول يا دكتور والله ان احنا يعني نوصل شويه للمواضيع اللي بتمس كل الناس يعني من الحته اللي هي بقى التلميع والحته بتاعت حتى اللي غلط بنسامحه عشان اصحابه وكده والكلام ده لا ما عندناش الكلام ده للاسف لا طبعا المداخله الجميله اللي كانت مع كابتن جمال الغندور طبعا كمان كابتن جمال الغندور قيمه كبيره طبعًا تحكيميه طبعًا وشخصيه معروفه وغنيه عن ما حدش يقدر يتكلم عليها طبعا 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 والتحكيم عنصر مؤثر جدا في المباريات احنا شايفين التحكيم اهم عنصر يعني هو العنصر رقم واحد. انا شايف ان هو العنصر رقم واحد في اي مباراه ده
تمام. بشكر حضرتك طبعا دكتور ياسر جلال على مداخله جميله، وطبعا على التهنئه للبرنامج. بشكرك شكرا جزيلا ليا. شكرا حبيبي. شكرا بشكرك. شكرا شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك. طبعا انا بعتذر على الاطاله، ولكن طبعا كابتن جمال الغندور شخصيه من الشخصيات الحقانيه قوي. انتظروا هتبقى حلقه قويه جدا ان شاء الله باذن الله في الخاصه بالتحكيم. الاتحاد المصري الموضوع كبير، الموضوع كبير. لو انت فعلا مش قد المسؤوليه، على فكره انا لو انا في مكاني ده وقلت معلش انا بستاذنكم علشان مش قادر اظهر العيوب، الناس على فكره هتشيلك جامد جدا وهتقيمك بشكل كبير جدا. ولازم يبقى في تداول، لازم يبقى في ناس، لازم في وجوه، مش لازم وجوه شابه، ممكن يبقى في خبرات كبيره هتساند. ده في مواضيع كبيره جدا. ده الرخصه اللي عملها الاتحاد اللي هي الايه للمدربين، جايبين 25 مدرب من صفوه المجتمع اللي فيهم تقريبا نصهم مش هيشتغل مدير فني عشان يديهم الايه ب 25000 جنيه ثمن الرخصه. انتوا متخيلين ان في مدربين بتاخد 1000 جنيه يا جماعه؟ يا جماعه عشان انا مش عارف، روني اصغر مذيع في مصر داخل معانا مداخله. على فكره انا معايا ضيف وبستعجل بس عشان الضيف، فبعتذر طبعا. اتفضل يا روني. روني اصغر مذيع في مصر طبعا، حاجه جميله جدا. اتفضل يا روني، وكل سنه وانت طيب، عايز ناس في عيد ميلادك حبيبي يا روني. انت شوف عيد ميلادي بقى يعني براحتك بقى حبيبي يا روني. اتفضل. انا حابب اقول لك حاجه كده، بما احنا يعني بتكلم معاك للذكرى تاني. اتفضل. عارف انا كاريزما في التعليق، يعني صوت انا الطبيعي، بس انا عاوز اديك بعد يعني فقره صغيره. يلا بينا يلا بينا. لو هنخش على علي محمد علي، بقول لك ايه، في اطار اللحظه المهمه والتحدث مع الكابتن حاتم عكر هنا يعني في برنامج صائد النجوم، والحديث وثم الحديث عن اطار كره القدم في عالم البراعم والنشير ايضا، ونروح طبعا للمعلق الكبير هنا جواد بدر، المعلق المغربي دايما يقول لك هنا يعني في داخل هذه المرمى خطيره. ولكن يا مساء الانوار يا كابتن حاتم. يا ايه، يا مساء الانوار. مساء الانوار عليك يا روني، شكرا ليك على التحيه الجميله ديت. روني من اصغر المعلقين في مصر، كنت اكتشفته تقريبا من 7 سنين. كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد ميلادك يا روني، وان شاء الله باذن الله الاقيك في اون سبورت. اسبان انت على اون سبورت ان شاء الله باذن الله، وانا ممكن اجي لك، بس الله اعلم يعني هاجي لك ولا لا. نطلع فاصل بقى يا جماعه علشان معانا النجم بتاعنا العفريت. هو طبعا ده مش اسمه الحقيقي، لا ده في اسم تاني دل عليه، العفريت الاماراتي ولا التايلاندي ولا الماليزي، عفرته نجم الملاعب الاوروبيه قبل ما يكون المصريه. هنروح مع فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يا سلام، انا اخوك من مصر يا سلام، حبيبي يا سلام، حبيبي. الله اكبر عليك ابو مكه. شفت اللعيبه يا صلاح؟ الله اكبر عليك. Cleopatra, she couldn't let him up. This is where Cleopatra might start to go to work. Cleopatra, wait a minute. Nose is pointing the same way. Look at this highlight, though. Look away, backdoor cut pass to Salawi. Meantime, count that at two. And give Poland maybe a little bit of life. Cleopatra, she's the one with the hot hand right now. Mohamed with the dish to the cutting Raneem. Yeah.
كده يا نجم مصر عشان اختبار الصوت. اتكلم عادي. بسم الله. الو 1 2 3. تمام الصوت كويس. يلا انا جاي اهو. تاني بعد الفاصل على طول. تمام. Cleopatra might start to go to work. Cleopatra, wait a minute. Nose is pointing the same way. Look at this highlight, though. رجعت لحضراتكم طبعا في الفاصل الاهم النهارده في الحلقه. معايا النهارده طبعا عايز اقول قبل ما اعلن على الضيف ردود الافعال على وجود كابتن جمال الغندور في مداخله دلوقتي كان قلب الدنيا بصراحه بشكل كبير جدا، وطبعا بشكره شكرا جزيلا على مداخلته. وفي حلقه معانا قويه جدا النهارده بينورني اللي تاني مره ظهر معايا من 4 سنين تقريبا قبل ما يسافر، والحمد لله لسه جاي من السفر خطفته من الطياره تقريبا وما عندوش وقت خالص. نجم المصري المحترم الخلوق جدا جدا واللي مكسر الدنيا بره الدوري الاوروبي عفروتو، نجم الملاعب نادي سيراميكا كليوباترا سابقا وحاليا نادي اليو الاماراتي الحالي، ولكن جه مصر وفاجئتنا النهارده. عفروتو اهلا وسهلا بيك. حياتي ليك يا كابتن حاتم، ان شاء الله تبقى حلقه قويه ومبسوطين معاك جدا والله. انا مبسوط جدا بوجودك النهارده معايا. عفروتو لعيب خلقا بشكل كبير، حد محترم جدا. اول ما اتصلت بيه بصراحه ما ترددش ثانيه واحده برغم ان هو نازل طبعا. لا الشرف ليا طبعا يا حبيبي، واي حد بيظهر معايا هنا في البرنامج هو على راسي يعني قبل حتى ما نتكلم مع بعض، ولكن التربيه انا بحب جدا جدا اللعيبه المتربيه واللي بجد خلقا قبل ما يكون فنيا. الله يخليك يا كابتن حاتم، تسلم تسلم على الجملتين الجمال دول. حبيبي عفروتو ده حقك واقل كمان من حقك، لانك لعيب مثابر واللعيبه اللي بتحترف في السن ده وبعيد عن اهلها دي بتبقى يعني حاجه كبيره جدا جدا طبعا. وردت فعل جامده، لعيبه كبيره في الدرجه الاولى وفي الدوري الممتاز عندنا سافروا وتقريبا ما حلفهمش الحظ. الموضوع بيبقى الالتزام شويه. بالظبط ده اللي عايز اخده منك من بدايه طبعا من سيراميكا، وسريعا عشان وقتنا بيجري بسرعه جدا جدا. هو المشوار سريع من سيراميكا لاف سي مصر، بعد كده سافرت تايلاند، رحت نادي اسمه نرا يونايتد بيلعب في دوري الدرجه الثانيه، بعد كده طلعت على ماليزيا بسبب الكورونا كان نادي سلنجور، بعد كده طلعت بقى 3 سنين في نادي اللي هو الاماراتي كابتن الفريق وانا زعلان والله ان انا ممكن اسيبه من السنه دي، بس انا هو انا عرفت من الكواليس بصراحه يا عفروتو ان الموضوع يعني الناس بتقول ازاي ان انت كابتن الفرقه وفجاه كده انك تقرر الرجوع لمصر. تمام طبعا هو ده اكيد ليه مردود، الرجوع لمصر دي طبعا اكيد موضوع مش سهل بالنسبه لك، خصوصا ان انت اكيد مستقر هناك كابتن فرقه 3 سنين ليك وضعك في الفرقه، وانا عارف انه اعتماد عليك كبير جدا جدا، وهيعرضوا لنا دلوقتي كمان حاجات معينه ليك في الفرقه بشكل كويس وبعض الصور اللي احنا خطفناها ليك من الكواليس. طبعا كلمني عن ازاي هم سابوك اصلا. هم ما سابونيش انا، من خلالك طبعا رئيس النادي كابتن ابراهيم سليم وكابتن عصام الحضري بتاسف لهم ان انا ممكن ما اقدرش اكمل معاهم السنه دي، والله دي بسبب يعني ظروف عائليه. طبعا هي مفاجاه ان انت اعلنت عن كابتن عصام الحضري في نادي ليو الاماراتي، طبعا كتير جدا ما يعرفوش ان هو نادي ليو الاماراتي. هو رئيس النادي الشرفي. رئيس النادي الشرفي. الشرفي. ليو الاماراتي. النادي ليو الاماراتي. بالظبط كده. طيب بعدين ايه اللي حصل؟ بعدين بقى انا يعني بشوف حاجه هنا ان شاء الله في كده كلام مع ناديين مع الوكيل بتاعي ان شاء الله في قاعده الاسبوع الجاي، بس ما اقدرش يعني اقول عليها بصراحه.
فربنا يسهل ان شاء الله حاجه كويسه هتبقى. طيب انت عارف انه فكره الاحتراف في السن الصغير بالذات بتبقى ليها صعوبات كبيره جدا. خلينا نتكلم بكل صراحه، انت ازاي تعايشت مع واقع الغربه بعيد عن اهلك، وخصوصا ان هم كمان مرتبطين بيك قوي. انا عارف ان والدك الصديق الصدوق ليك، يعني ده اخويا ووالدي وصاحبي وحبيبي وكل حاجه ليا بصراحه. انا بشوفكم قاعدين مع بعض ان انتوا بتنادي بعض باسماء مع بعض لدرجه ان انا ما قلتش ان هو والدك. قلبي من جوه. بص انا عايز بقى اقول لك على حاجه، في الناشئين ده اللي بيسافر فاكر ان السكه سهله جدا، يعني كذا لعيب بيكلمني ان اروح بره هكسر الدنيا. لا، في لعيبه كتير قوي وكويسه بره. خلي بالك، شوف انا رايح مع وكيل مين، في وكلاء كتير قوي نصابين بره، اعرف انا رايح لمين، اسال لعيب واثنين وثلاثه، شوف مثلا البلد دي اللي هي فيها عفروتو في وكيل بيكلمني اسمه كذا كذا كذا، عفروتو ممكن يدلني ويقول لي ده كويس ويقول لي لا ده وحش، وانا برده لازم يبقى مستواي عالي قوي، واقف على رجلي، واقف بدنيا، يبقى مستواي عالي، ابقى ملتزم، ما اروحش هناك طبعا في سكك ثانيه ما انساقش اليها. فطبعا الناس كلها فاكره ان بره الاحتراف ده موضوع سهل، اي حد بيركب الطياره بيسافر بيلعب بره، ما فيش الكلام ده، اقسم بالله بالملايين بيسافروا وبيرجعوا ايد ورا وايد قدام. الناس لما بتيجي تختبر الانديه، اللي بتيجي تختبر النهارده اللاعب المصري وبتشوفه، هو فكره ان اللاعب المصري هنا ان هو يعني ما تقابلش في اختبارات او ما تقابلش في الانديه او في كان في قطاع الناشئين والنادي استغنى عنه، فكره ان هو مفكر ان الموضوع سهل بره، ان انا هختبر وراح اكسر الدنيا وهبقى همضي في ثانيه. الموضوع ده مستحيل تماما. انت لازم بتروح بتقعد مع النادي مثلا اسبوع تمارين، اسبوع ماتشات وديه، لازم تبقى افضل من اللي عنده. يعني انا جاي لي لعيب نفس المستوى اللي اللعيب اللي عندي، انا اخسر ليه واجيب وادفع فلوس واصرف في السكن واصرف واصرف؟ لازم اللعيب يكون احسن من اللعيب اللي عندي وبمراحل. انما كل اللعيبه اللي بتسافر من هنا مع احترامي في لعيبه مستوى قليل شويه، لازم ابقى لعيب عارف ان انا لعيب محترف، انا طالع اكسر الدنيا. طب بمناسبه عفروتو الصغير، عندنا برضه عفروتو الكبير نجم النادي الاهلي طبعًا السابق طبعًا. لما طبعا النهارده مش معقول تكون في الحلقه كده عندي فريق الاعداد كسر الدنيا بره، بشكرهم طبعا. اتصال هاتفي لنجم الكره المصريه كابتن عفروتو اللي اسعد جماهير الاهلي على مدار سنوات كثيره. اهلا وسهلا بيك كابتن عفروتو. السلام عليكم كابتن حازم، ازي حضرتك؟ عليكم السلام، وحشنا كتير جدا جدا، دي اول حاجه. الله يبارك كابتن حبيبي. حبيبي ربنا يخليك كابتن عفروتو. النهارده معانا عفروتو الصغير بقى، وانا عارف ان انتوا مرتبطين ببعض جامد اول فتره اللي فاتت دي، ومتابع انت قصه عفروتو كمان في الامارات، فكنا حابين النهارده نفاجئه على الهوا ويبقى في مداخله لحضرتك النهارده، وبعدين كونك ان انت نجم كبير جدا لنادي الاهلي، واكيد طبعا بتأزره في الفتره الاخيره في البطوله الافريقيه. حبيبي يا كابتن حازم، بشكر حضرتك طبعا على المقدمه الجميله ديت، وبسلم على اخويا وحبيبي احمد طبعا، فربنا يكرمه ويوفقه في اللي جاي ان شاء الله. حبيبي يا كابتن عفروتو يا ابو العفاريت. حبيبي يا دولي، احلى مفاجاه والله. ربنا يخليك يا حبيب قلبي. ربنا كابتن عفروتو، عايزك بصراحه برضو انت مرتبط بعفروتو كتير جدا، عايزك انت بكل صراحه شايف ان هو يعني مغادرته للامارات الفتره دي ووجوده في مصر ده، شايف ان هو استعجل على نفسه شويه ان هو يجي دلوقتي ويكون موجود، خصوصا ان هو كان كابتن الفرقه في الدرجه هناك موجود في فريق اليو، شايف الوضع شايفها ازاي؟ والله يا احمد على طول بتواصل معاه. احمد من اللعيبه اللي حديث فيها اللي هو عنده اصرار وعنده تحدي ما بينه وما بين نفسه، فدي حاجه جميله جدا لما تلاقي شاب هو اللي دايما مصر على حلمه وعنده دوافع كتيره قوي اللي هو نفسه يلعب في بلده هنا في الممتاز ان شاء الله. فقلت له ليه تعالى وخد التجربه هنا ان شاء الله، وهو يعني من اللعيبه عندها اصرار وعنده حلم اللي هو ان شاء الله يكون متواجد فأكبر أندية في مصر في الفترة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. كابتن عفروتو، سؤال كده سريع كده بمناسبة طبعا المباراة النهائية لنادي الأهلي في البطولة الأفريقية، شايف المباراة درجة صعوبتها إزاي؟ والله أكيد أي نهاية هيبقى صعب، ولكن النادي الأهلي عودنا إن مفيش صعب خالص ولا مستحيل في الكورة، لأن النادي الأهلي يعتبر هو ملك أفريقيا، يعني هو أكثر نادي في القاره الافريقيه واخد البطوله، فهو بس الحظ اللي احنا الوداد خدوا مننا البطوله مرتين، فاتمنى من ربنا ان شاء الله اللي الاهلي يحرز اللقب باذنك يا رب ويكسر العقده اللي ما بيننا وما بين نادي الوداد، فان شاء الله نقدر نكسبهم هنا في القاهره
نتيجه تريحنا في العوده ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عفروتو، هستاذنك ان شاء الله باذن الله يبقى في حفله بعد نهني فيها النادي الاهلي باذن الله بعد صعوده للمباراه النهائيه، وان هو خلاص صعد المباراه النهائيه ان شاء الله نحتفل مع بعض بالكاس. وتشرفنا طبعا في الحلقه، هيبقى شرف كبير لينا. لا شرف ليا، لا شرف ليا اللي كل محاضرتك حبيبي حبيبي ان شاء الله، ونحتفل مع بعض باذن الله ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا كابتن عفروتو. حبيبي حبيبي انت خدتني كده وما سلمتش على عفروتو بقى. اتفضل اهو معايا، اهو اتفضل اهو يا كابتن عفروتو. معاه خالص اهو معاك معاك والله. انا لازم اجي لك يوم والله. اتفضل يا كابتن اتفضل. لازم نلعب ماتش كده نرجع الامجاد حبيبي ان شاء الله كده. اتخلص مع كابتن حازم كده ونبقى نتقابل انا وانت بقى وكابتن حازم عشان ما ازعلش ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. يا كابتن عفروتو شخصيه جميله ومحترمه على راسنا بجد والله العظيم، ومتعتني جدا جدا الجيل المحترم جدا جدا من لاعبتنا. شكرا ليك كابتن عفروتو نجم النادي الاهلي الاسبق والشخصيات المحترمه. وعايزين نقول ان احنا يعني لعيبه الاهلي مش عايز اقول كلهم لا، هم اخلاقيا ناس محترمين جدا، احسن لعيبه جت مصر والله، ولعيبه الزمالك احسن لعيبه جت مصر، بس لسوء الحظ بقى سبحان الله. لا هو كتير جدا لسوء الحظ عندنا في اللعبه المصريه، بس ده حاجه ثانيه بجد. المشكله يعني ان مش كلام والله اللي بيستمر اللي بتاع مشاكل، لكن الناس الطيبه يعني زيه زي وليد صلاح الدين، في ناس في اشكال كده معينه. اه بالظبط، لازم واحد لبط. نكمل يا ريس. يا لبط انا لبط. اتفضل كمل. بس فاللي يسافر لازم يبقى واخد باله، يبقى عارف انا مسافر على ايه، وبرده ان انا مش هروح كده وخلاص العب مثلا سنه سنتين واجي اقعد في البيت، ولا لازم ابقى عندي حلم اسافر، ابقى عارف طريقي كويس، عارف انا هعمل ايه كويس. حتى لو رجعت هنا، انا رجعت هنا غصب عني والله، انا كنت ناوي يعني في دماغي ان انا اكمل في اوروبا، اكمل حياتي بره، بس غصب عني يعني الظروف عائليه، بس هي اللي اجبرتني. انا عارف طبعا الظروف العائليه، وهي طبعا الحمد لله ما حدش عارف يعني فين برده حد من الاسره طبعا يعني ظروف مرض شديده، وطبعا وجود عفروتو وان هو من الشخصيات اللي الاسره بتعتمد عليهم، فوجوده في الاسره حاجه كده يعني. طبعا كل حاجه نصيب، ولكن انا حزين شويه او زعلان شويه لانه كان مكسر الدنيا بره بشكل كبير جدا. كنت بشوفه دايما عزمني عند برج وداني شوكولاته. حاجه محترمه جدا بصراحه. طيب عفروتو مش ممكن تدينا حته من تحت كده، ولا الوكيل هيزعل لو احنا قلنا مثلا والله هو في حته من تحت، بس خليها الاسبوع الجاي، وهخليها مفاجاه عن طريقك انت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، بس عشان هو في حاجتين فما اخشش في واحده. لا 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 لا، انا طبعا وان شاء الله باذن الله كمان انت تدعوني ساعه التعاقد طبعا ان شاء الله. انا ماليش دعوه بالحاجات الماليه، لازم لازم خالص لازم. انا خليني بس كده ايه، ابقى فرحان باولادي. انت كفايه وجودك بس. لا والله العظيم بجد انا مبسوط جدا جدا لما بشوف اولادي اللي انا متابعهم بشكل كبير وعلى السوشيال ميديا بشكل كبير، وانت ما شاء الله عندك حبايبك كتير جدا جدا، غلبت الاعلاميين بقى عندك الانستجرام والدنيا عندك. انت في حته ثانيه. حبيبي عفروتو الله يخليك. طيب شايف الدوري المصري بالنسبه للناشئين، اللعيبه الناشئين فعلا هنا واخدين حقهم؟ لا طبعا. ليه؟ لا طبعا مش واخدين حقهم، ده في لعيبه كبيره جدا في الناشئين، ده في لعيبه في الدرجه الرابعه وفي الدرجه الثالثه احسن من اللاعبين اللي بيلعبوا في الممتاز، يبقى ازاي الناشئ واخد حقه؟ فين انت بره بتلاقي لعيب مثلا 16 سنه وبيلعب ريال مدريد درجه اولى وبيلعب وبيشارك ودوري ابطال اوروبا، انا لعيب مثلا 24 سنه بقول عليه ناشئ، ازاي انا ناشئ من 16 سنه ل 24 سنه فرق 8 سنين، يبقى ازاي عايز بقى جيل المنتخب مثلا ياخد بطولات اما الايام حسن شحاته والكلام ده راحت فين؟ فين احنا بقى لنا كام سنه ما بناخدش بطوله؟ بقى لنا كام سنه ما بنصعدش كاس عالم؟ ولما بنصعد ما بنعملش حاجه، لازم نبني جيل. وانا يعني انا اسف اللي شايف اللي عامل الموضوع ده كله اتحاد الكوره. اتحاد الكوره ماشي يعني كده هي مصالح وخلاص، انما لو راعينا مثلا ضميرنا وشفنا شغلنا لا يعني اقسم بالله نعمل زي منتخب المغرب، ليه ما نوصلش كاس العالم؟ وليه ما نوصلش نص النهائي؟ ليه ما انا عندي من عندي خامات وعندي مواهب وعندي كل حاجه، ايه اللي ناقصني؟ بس الحمد لله ربنا. انا مش عايز اقطعك في الكلام، لانك انت لما تكون لاعب في السن ده ولاعيب صغير في السن ده وتتكلم بالدماغ العاليه دي، ده نجوم الفريق الاول او نجوم المنتخب عندنا لما بيقعدوا يستضيفوهم في البرامج ما حدش فيهم بيتكلم الكلام ده، ويقول لك ان احنا عندنا في الدرجه الرابعه او الدرجه الثالثه او الناشئين اقوى من الممتاز. حقيقي اقسم بالله والله في لعيبه في الدرجه الرابعه والثالثه اقوى من اللعيبه اللي بتلعب في الممتاز، واقوى بمراحل واقوى بكتير. طب فين الناس؟ فين الكشافين اللي بيبصوا؟ مخطف واحد واثنين وثلاثه، وبدل ما ادي 60 مليون و80 مليون، ده انت لو اديته 100,000 جنيه هيبص وشه وظهره وهيبقى فرحان قوي وهيكسر الدنيا، ادي له 200,000 جنيه يعني. انما فين بقى؟ ما ببصش خالص ولا الناشئين ولا الدرجه الرابعه ولا الدرجه الثالثه. يعني معظم اللعيبه اللي هتلاقيها مكسره الدنيا هتلاقيها جايه من تحت،
طب احنا زي ما دخلنا طبعا كابتن عفروتو، وعشان ما يقولكش البرنامج اهلاوي بس وزملكاوي بس او مش عارف ايه، معانا بقى كابتن حسام عبد المنعم الجيل بقى الذهبي، والجيل اللي هو كان بيجيب ايه جم من وسط الملعب. فكرنا بقى بايام الجماهير والايام الحلوه. كابتن حسام عبد المنعم واللي جه مره صاد النجوم من 4 سنين، اهلا وسهلا بيك كابتن حسام. حبيبي يا حسوم، عامل ايه يا نجم النجوم؟ حبيبي يا كابتن حسام. طبعا كابتن حسام عبد المنعم غني عن التعريف، من الشخصيات المحترمه والجيل الذهبي اللي معرفش هو موجود فين دلوقتي. دايما العب في روتو كده، محدش عارف اي حاجه. والله يا كابتن للاسف. كابتن حسام حبيبي يا كابتن مصر، انا عايز اشكرك يا كابتن حسام عبد المنعم. اقسم بالله انا كنت هبطل كوره، كنت بلعب في نادي اف سي مصر، وجه طبعا حضرتك فاكر يا كابتن حسام، جه كابتن عطية السيد مشاني، انا كنت هبطل كوره. كابتن حسام قال لي العب العب، لو هتلعب درجه رابعه، لو هتلعب درجه ثالثه العب، وربنا هيكرمك وهتوصل في يوم من الايام. كابتن حسام، كابتن حسام دي حاجه حلوه قوي، ان لاعيب يفتكر ان انت مثلا حطيته على الطريق، او كنت ليك طبعاً نظره معينه انك لا ما تقفش في الحته دي، لا كمل. وفعلا عفروتو كمل النهارده وشايل لك الجميله دي في رقبته طبعا، وسعداء طبعا بدخولك معانا النهارده. اتفضل يا كابتن حسام. ربنا يبارك في عمرك. انا يعني مبسوط ان انا متواجد معاكم وبعمل مداخله مع استاذ حاتم عسكر، برنامج جميل. وانت زي ما انت قلت في الحلقه، ان انا من 4 سنين فعلا كنا متواجدين مع بعض، وكان شرف ليا ان احنا نبقى موجودين مع بعض. شرف ليا طبعا. النهارده معاك بسم الله ما شاء الله احمد كمال الشهير بعفروتو، لعيب من اللاعبين المميزين حقيقي. يعني احنا يعني الخبره اللي احنا اكتسبناها في السنين اللي احنا اشتغلنا فيها لازم ننقلها لكل لاعب او كل موهبه، لازم نزكيها بكل المعلومات دي. ف انت ممكن تزكي، انا بتكلم مع لعيبه كتير وبقعد مع لعيبه كتير، انما الفكره ان انت تستجيب من الكلمتين وتشتغل عليهم، وده اللي عمله عفروتو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اشتغل على نفسه كويس، حط في نفسه ان انا لازم اكون عندي اصرار وعندي عزيمه على ان انا اوصل في الكوره. فطبعا رياضه مهمه جدا، وهو عمر ما واحد بتجيله في معلقه ذهب في بقه، انما لازم نجتهد ونسعى ونشتغل ونتعب عشان خاطر اللي بيجي سهل بيروح سهل بالمثل العربي. صح. انما الحاجه الصعبه بنتمسك بيها جدا جدا جدا، وبتبقى من الصعب ان انت توصل لها، بس لما بتبقى بتوصل لها بقى هو ده قمه النجاح اللي انت فيه عشان تكمل باقي الاستمراريه بتاعتك. وده اللي احنا عملناه، اللهم لك الحمد والشكر. عفروتو لعيب كويس، لعيب مميز. ربنا يخليك يا كابتن حسام. بس حقيقه هو قال حاجه احنا فعلا ما نقدرش نقولها، او ناس كتيره نجوم كتيره ما يقدروش يقولوها. المشكله كلها من اتحاد الكوره، المصالح واللي والمدربين اللي بتمسك منتخبات. وزي ما هو قال عفروتو، ان ما ينفعش اقول، يعني احنا عيب قوي لما واحد يكون عنده 24 سنه ولا 22 سنه اقول عليه ناشئ واقول عليه، لا يا جماعه، ده في اوروبا زي ما عفروتو قال الولاد يعني امال ايه، افريقيا هتلاقيهم كلهم محترفين بره. صح. عشان هم دول عندهم بيفكروا صح. فالمنظومه عندنا لازم تتطور من اول وجديد، تعمل لها اعاده ضبط مصنع كده زي ما بيقولوا، سوفت وير، وترجع تاني الناس اللي بتعشق الكوره وعايزه تشتغل عشان تنهض بالكوره المصريه. ودي مهمه جدا في الوقت اللي احنا فيه. المغرب بتوصل، تونس بتوصل، جنوب افريقيا، الفرق كلها بتوصل الا والمنتخبات الا احنا. صح صح، ودي حقيقه. فطبعا لا ان شاء الله باذن الله، يعني انا يعني دخلت طبعا المداخله متاخر، انت عارف انا في حدائق الاهرام عندي ما فيش شبكه والله، اتحركت حبيبي حبيبي والله يا كابتن حسام، على راسي والله يا كابتن حسام. بس لا احنا لا لازم، انا مبسوط بيكم. ده انا لازم، انت بتتكلم كلام جامد قوي، لازم تيجي الحلقه بقى المره دي بقى، خلاص احنا عشان نفتح على مزرعايها يعني. لا لا حقيقي، لا لا لا، الكوره فعلا في انحدار شديد جدا جدا جدا، وده بسبب الام. بص يا حتومه، رب الاسره لو ما عرفش ان هو يدير الاسره، اسره تقع، يدير الاسره مظبوط ويفرغ طاقته واخلاقياته وينقلها لاولاده، عمر الاسره ما هتنجح. لو رب الاسره والام في مشاكل ما بينهم، عمر الاسره ما هتكمل وهتبقى في نجاح في الاسره. فطبعا رب الاسره هو اتحاد الكوره. صح. فاتحاد الكوره تخيل لما رب الاسره عند
عنده مشاكل. ما فيش نظم، ما فيش قوانين بنمشي عليها، ما فيش بصراحه يعني ايه، احنا ماشيين كده ايه، يلا نمشي مركب، يلا نمشي مركب. بالظبط كده، للاسف يعني. طيب كابتن حسام، حته بقى من المدفع بتاعك كده، شايف المباراه النهائيه الافريقيه الدنيا عامله ايه بسرعه؟ بص، هو الاهلي خلاصه الكلام، احنا بنلعب مباراه نهائي ذهاب وعوده. الاهلي عنده المباراه هنا، لازم يكسب هنا، يعمل سكور كويس، ما يخشش فيه هدف. تمام. وبالتالي لما يروح هناك، لان هناك اصلا انا رحت لعبت هناك، فعارف الوضع في المغرب وتونس والجزائر عاملين ازاي. شمال افريقيا. هناك مش هيسيبك انت يعني، من وانت داخل الفندق وانت رايح الاستاد وانت بتسخن، اجواء هتلاقيها صعبه جدا. فلازم الاهلي يخلص من هنا، يكسب 2-3 بالكتير قوي، وما يخشش فيه هدف. اقول لك من هنا 90% خلاص الاهلي خد البطوله. حبيبي يا كابتن حسام، وعد بقى على الهواء انك تكون موجود معايا ان شاء الله في حلقه قريب جدا جدا باذن الله. حبيبي، انتوا منورين وحلقه جميله. كابتن حسام، مصر منوره بيك انت والله. حبيب قلبي، ده ابني، ده وابن اخويا، ويعني الشرف والله. وربنا يوفقه ويصلح حاله. حبيبي 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 كابتن حسام عبد المنعم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. انت طيب. انت طيب. كابتن كابتن حسام عبد المنعم طبعا تاريخ الجيل الذهبي لنادي الزمالك، واللي بيطلع دايما صواريخ ما بيسكتش. معظم الزملكاويه كده بصراحه، ناس محترمه وناس قويه جدا يعني. مدرب جامد قوي برضه. الناس داخله ما شاء الله يعني، انت حتى المدربين داخلين بيتكلموا. حبيبي طبعا طبعا، وليه فضل كبير عليا فعلا، اقسم بالله. كنت فعلا خلاص يعني، انا ماشي 3 سنين هداف الدوري واللعيب اساسي، واحد يجي يمشيني ابقى في الشارع، كان فاضل 3 ايام على كده ويقفل. هو كابتن حسام قال لي العب في اي حته، رحت فعلا لعبت درجه رابعه في الطلبيه. لو كابتن حسام ما كانش قال لي والله كنت هبطل كوره، بس الحمد لله. يعني انت شايف انه برضو ممكن تواجد حاجات معينه كده في حياه اللاعب او حياه الشخص نفسه، ان ممكن كلمه توديه طبعا وتنهي ممكن حياتك. كلمه تنهي يعني حياتي. انت بتقول ان الدكتور عطيه السيد قال لك انت كده شكرا او خلاص؟ قال لي شكرا. هو الراجل طبعا ليه كل الاحترام، ما كانش يعرف لي، جه خد لعيبه معاه ومشاني، ما فيش اي مشكله. ما احنا قلت عندنا نصيبي يعني، انا كنت ممكن اكمل في اف سي مصر وما سافرش احترف واعمل المسيره الجميله دي. هو نصيبي كده. كان نصيب برضو ان انت ممكن من خلال اللقطه اللي حصلت دي، ان انت تخرج بره وتشوف حياتك بره، اكتسبت خبرات. طبعا اكتسبت خبرات، وخبرات كبيره جدا وهتفيدني ان شاء الله في الجاي. طيب انا عايز برضو حته كده مهمه دقيقه جدا يعني، اللعيبه الصغيره، بس انت قلت كلمه هتبقى ترند، كلمه ان مش معقول لعيب 24 سنه يبقى ناشئ. دي كارثه غريبه فعلا، دي كارثه. ان واحد انا دلوقتي 26 سنه وممكن المدرب يقول لي لا انت لسه صغير، اقول له ايه بقى؟ ده انا 4 سنين وابطل كوره. سؤال ازاي صغير. طب انت شايف بقى الفتره اللي هي الصغيره بتاعت الاحتراف بره في السن ده، ايه الروشته اللي ممكن اديها لكل الناشئين واولياء الامور اللي بيتفرجوا عليك؟ والله روشتتي ان انا ابقى عارف انا طالع مع مين. اهم حاجه في السفر في اول خطوه الوكيل، طالع مع وكيل كويس خلاص، مش مني لنفسي كده. مش مني لنفسي. تاني حاجه لازم ابقى واقف بدني 100%، ما سافرش اقول مثلا هتمرن هناك. تالت حاجه الالتزام، انام بدري، اصحى بدري، الكلام ده كله مهم. انا مش ملتزم، انا ساعات بنام متاخر وابقى زي الزفت. التزم الاقي نفسي بكسر الدنيا. فاللعيبه تلتزم، تبقى مثلا تنام بدري وتصحى بدري، تقف على رجلك قبل ما تسافر من هنا، تطلع على وكيل كويس محترم، بس كده، مش عايز اكتر. هي دي. وطبعا تقرب من ربنا، ربنا هيكرمك باذن الله. هي دي بقى اهم كلمه، انك تقرب من ربنا. طبعا. الشخص الجميل بقى اللي دايما في ظهرك، واللي دايما معاك، واللي دايما حتى على السوشيال ميديا بيشجعك وبشوفه وبشوف تعليقاته، الشخص الجميل ده تقول له ايه على الهواء؟ الشخص الجميل ده اقول له ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. لا طبعا والدي. عشان ده بجد هو اللي زايقني على كل حاجه. انا شايفه كمان ان هو في الكوره فاهم قوي يعني، يقول لك لعيب جامد قوي والله. كان لعيب جامد بس والده ما كانش بيخليه يلعب كوره. كان زمان فعلا. انا باذن الله اعوضه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يعفرطه، وان شاء الله باذن الله كسر الدنيا ان شاء الله. وانا سعيد جدا جدا النهارده بتواجدك معايا. انا اللي سعيد اكتر والله. والله بجد شرفتني، وبعدين عندك كاريزما حلوه جدا جدا. انت في يوم من الايام كنت بتعلم منك. لا لا لا، تعلم مني. ده انا بتفرج عليك عايز اقول يا الواد ده بيصور صوره غريبه دي ازاي، وفي الاماكن المريبه دي ازاي؟ انا سافرت ورحت ما اعرفش الاماكن دي بجيبها منين. حاجات كده من تحت المعلقه بيجي. حبيبي عبروت، كنت سعيد جدا جدا بيك والله. وبشكر طبعا فريق الاعداد النهارده اللي كان بصراحه عامل شغل جامد جدا. المخرج اللي انا قابلت بيه النهارده لاول مره وقال لي ادخل الحلقه ومالكش دعوه، واعتقد ان هي الحلقه، اعتقد يعني الله اعلم، ان هي عجبت الناس النهارده. بس قبل ما اشكر فريق الاعداد اسما بشكرك يا عفروتو على تواجدك النهارده وعلى تلبيه الدعوه وعلى اليوم الجميل ده والله يا كابتن حسن. شكرا جزيلا طبعا يا حبيبي.
بشكر طبعا فريق الاعداد الجامد جدا من اول المصور اللي واقف على رجله ورا الكاميرا، بشكرك شكرا جزيلا عبير، طبعا المعده المجتهده جدا واللي سهرانه معانا لغايه دلوقتي ما روحتش، بشكرها شكرا جزيلا. طبعا باسم النجم الجميل المحترم جدا اللي طول الاسبوع شغال معايا بشكل كبير عشان نطلع حلقه كويسه للساده المشاهدين، مخرجنا الجميل يا جماعه بشكره شكرا جزيلا على الهوا، انت بجد حاجه محترفه وحاجه محترم جدا. قناه الصحه والجمال بشكرهم شكرا جزيلا، كل الاداريين وكل العمال اللي شغالين حتى الراجل اللي بيستقبلنا بكوبايه المايه بشكره شكرا جزيلا. بشكر طبعا كل الساده المشاهدين على المتابعه وعلى مجهودكم التواصل معانا دايما على السوشيال ميديا سواء الفيس او البرنامج، شكرا جزيلا لكل من يشاهد البرنامج وكل واحد يقول في حقنا كلمه وحتى ينتقدنا، بشكركم شكرا جزيلا. استنونا كل يوم جمعه ان شاء الله باذن الله. حاتم عسكر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.